مرحبا بكم. رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة في حوار المصارحة وكشف الحقائق وأيضا الحديث عن الحلول الممكنة في عدد من القضايا والمسائل الوطنية، منها ما هو سياسي ومنها ما هو أمني وما أدراك ما الجانب الأمني وأيضا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. كل هذه المحاور تحدثوا فيها مع رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة نهار الاثنين 3 مارس بعد النشر الرئيسية للأنباء على القناة الوطنية الأولى. استنونا.